هاد الايدي جات مني شاركت في ماستر شيف، كانت وعد من عندي بان غنفطروا مع بعضياتنا في رمضان عندي في الدار. وديك الساعه هضرت على الاصدقاء ديالي ونادر عرض على الاصدقاء ديالو وفطرنا اونصومبل. انا فرحانه بزاف لان الشعب المغربي ملي شافني بغاني، وهذه فرحه كبيره عندي. ما كنتش معروفه بزاف هنا في المغرب، كنت معروفه على برا اكثر. وكان دائما زعما الانسان وصل لواحد الحاجه في العالم مفتخر بان مغربي، وخصوصا زعما حتى المغاربه ديالنا يعرفوا داكشي والحمد لله.